شاء الله وصلين إلى بيتنا ما شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا ما شاء الله. هلا أبو عبد الرحمن حياك الله، بارك الله بهالجهود الطيبة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شيء التعقيم لازم، أول شيء التعقيم دكتور، وهذا مقياس الحرارة ما شاء الله. الأخوان المدخنين والكل أسرة عندهم مدخن، أنا تو أدري ولأول مرة أسمح المعلومة، لكن جهلا مني وتقصيرا أن للتدخين علاج، والعلاج هذا يصرف من وزارة الصحة ومجانا وفعال لها ثراء. سجل معهم خلال الشهر هذا يمكن 113 شخص 35% أقلعوا عن التدخين. تجيك السيارة بجميع طاقمها ومع الدكتور إلى مكان بيتك، وأنت في شهر رمضان صايم فتجر ساعات وأنت مقلع عن التدخين، والعلاج يقدم لك مجانا، ما حد باقي شيء، باقي فقط الإرادة، فقط اجزم وبإذن الله سبحانه وتعالى أنك بتقلع عن التدخين ومن هالشهر الكريم. يجونك إلى بيتك وهذه العيادة، تقابل الدكتور الكريم أبو نور، حياك الله، وش الخطوات طال عمرك؟ أخذ معاك قصته مع التدخين، كم يدخن له كم سنة، وش علاقته مع ليه عايز يبطل، بعدها بناخذ حوالي جلسة 10 دقايق علاج سلوكي. علاج سلوكي. هيئوا إنه الحين الفترة شهر رمضان مع الإقلاع مع المشكلة الموجودة الحين اللي هي كورونا. فرصة الحقيقة كبيرة جدا. بعد الجلسة هذه بقدر أحدد له نوع العلاج اليوم. طبعا موجودة كل العلاجات والحمد لله متوفرة بكميات كبيرة. إيه والله ما شاء الله. طبعا هذا نوع اسمه حبوب شامبكس، إذا استمر المراجعة عليه الكورس كامل حوالي 500 ريال. 500 ريال يكلفه مجانا، وهنا مجانا الحمد لله. يا الله. هذه نوع ثاني حبوب مص، حبوب استحلال. ايه؟ ما تلقاها بالصيدليات اصلا، يعني ما هي موجوده بالصيدليات، ما تلقاها، بس وزاره الصحه توفرها. هذا نوع اخر لزقات نيكوتين، طبعا في منها تركيزات 30 20 10، بعد الجلسه اللي بنقعدها مع المدخن بنقدر نحدد التركيز المناسب له، يصرف علاجه مجانا، كلش مجانا لاجلك طال عمرك. ابو عبد الرحمن، احنا قبل نسمع ان الاقلاع عن التدخين صعب، ما حد يقدر عليه لانه ادمان. لا ولله الحمد، العلاجات متوفرة والخدماتنا أيضا متوفرة. بيض الله وجيهكم. أيوة. يعني الأمر سهل إن شاء الله. نعم الأمر سهل. ما شاء الله. أهم شيء الإرادة.